انا جاي سقيت من تونس ونزلت في مشبته قدي عاد الشعب غادي داروا علي. هذا واحد منهم ديكتاتوري مش ديكتاتوري عندنا في تونس برك. قلت لك في مشابهة قادي ديكتاتوري بالفم والملا. ما أنا لو فيغي إذا ما جيت من أمريكا تذكر يوم زي هرشي تمش تخريري يقول لفخوت لفخوت مية عمش شيفة مصرية وبالي خموش بين ششونة شي هي مقانين معنا رأسنا للشيم رائعين ياخذ الدراهم ويرجع على البيت. ايوا وانا قلت لها مالو كان الموت فهمت ولا ما نخرج منها. انا ما حباش الدواء هذه الفروخ تاع اسرائيل وكيف حتى تاع الدكتور تاع الدواء. مامك تقول فهمت ولا ما تعمل حتى شيء. انت شيء ما تصلح انت عقاب واحد اللي توقف ما تعيش فيه. لا لا اللي توقف فيه فيه. استمع كله ما إلى خبيبون عدى يا خول يوتير حمال عليك حمال. أنا حنا عبدالحنوخ حتى إيش بيك ما تفهمش ما فهمتنيش الحلقات إذا جمع تقبلهم وقت النهار اللي تخلص فيه بعد 90 يوم عبدالي بلوت أشهر اللي هو تجي منه شوفك أتعال أخزيني أقول دون بلعب دخل هذه مديرة تسعني رشيد قوم انتزيني تليفون حزيرو وبليك انسي بليك نوم.